لوين هرى؟ ما بعرف. وفارس شو صار فيه؟ هلا فارس اخذوه على الخستخانة. يعني لساته عايش؟ هلا قدامي وقت اخذوه كان عايش، بس هلا واو العلي. يا ربي دخيلك يضل عايش يا رب. طيب شو سبب المشكلة فهمنا؟ جميلة عم لك ما بعرف. الله يرضى عليك. روح على الحارة وشوف لنا شو الأخبار. هي أمرك مرت عمي، يلا خاطركم. الله معك. يا رب دخيلك. يا رب. أم جابر، أحكي بصراحات، هل أنت عارف وين جابر؟ لا يا سيدي ما بعرف. لا يعرف. ما أنت حامدي؟ هل تعرف وينه؟ وأنا شو بدي أعرفني سيدي وينه جابر؟ يا سلام يا سلام. تمام حامدي، إذا شفته أو لقيته هذا جابر أخوك، قل له روح خد أمك من كراكول، هي محبوسة. أنا ماني عاملة شي يا سيدي. ابنك جابر عامل كتير وانت أوعظه، يلا خدوها فوتي حطي ملايات. يا سيدي طول بالك بس. شس كيف بتتركهم ياخذوا أمي؟ ولك يا جميلة شو كان بدك يعني ساوي؟ إذا الكركون إجا وبده إياها ما فيني واقف بوشهم شي؟ ولك فيك تعمل أي شي بس ما ياخدوها. لك شو بدي أعمل؟ حاشك بقى، كله الحق على أخوك جابر. جابر هذا واحد جبان. ليش هيك عم تحكي عن أخي؟ شو ليش هيك عم بحكي عنه؟ واحد هرب وترك أمه بالوش هالمسكينة ولا ليكها بالحبس، والله أعلم شو بده يصير فيها. بتقلي لي ليش هيك عم تحكي عنه؟ ليش بده يصير لسه أكثر من يلي عم بيصير؟ إذا جابر ما سلم حاله بأسرع وقت، الله العليم أمك قديش بدها تنحبس، والله العليم أمك شو بده يصير فيها. وغير هيك هذا إذا ما إجا الكركون وأخذكم معه كمان. إيه نحن مو عاملين شي لياخذونا صهري. فتحية، الكركون ما بيعرف مو عاملين شي، بيعرف إنه أنتوا أهله، يعني مشاركينه بكل شي. وإذا جابر سلم حاله قديش بضل محبوس؟ يعني يا جميلة بدك تقولي 20-30 سنة، ممكن اعدام. قولي علي عليك يا اخي، دخيلك يا صهري، مشان الله مشان الله تروح لعند فارس وتحاول تحل بينه وبين اخي. قولي فارس، لا حول ولا قوة الا بالله، هذا الزلم ما بينحكى معه بنوب. بس ليكو انا رح اروح وحاول معه واقنعه وقول له الزلمة هو هربان وامه محبوسة وامه مسكينة، من شان الله يا فارس روح وصوت حقك عنه وان شاء الله يقبل. انتوا ادعوا لي وشو بصير معي برجعوا بقلكم. يلا بخاطركم، السلام عليكم. الله معك. ولك هذا الحكي اللي عم تحكيه فارس هو المزبوط، اوعك اوعك تسقط حقك عنه او عن امه، شنو هذا واحد واطي ومجرم. لك يا سيدي ما بيكون اسمي فارس اذا ما راح دفعون الثمن غالي. قولك علي الحلال ما بلومه. بتعرف شو لازم تعمل فيه؟ لازم تخليهم يحكوا مع حاله، لك خليهم بالحبس مثل ما عملوا فيك وضربوك. لك يا سيدي انت والله حويندك تكون صهر لهالعيله الملعطه. اخ لا تذكرني من شان الله. شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي لك فارس؟ نصيب سيدي، الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. وينك؟ ما بدي وصيك. اي شيء بدك يا بتقلي لي، انا اخوك. اي شيء بتعتازه اصحى تتردد فيها فورا بتجي بتحكي مع اخوك حمدي. اوعى تاخد عرضي انك مراجل. علي الحلال بانك ارجل زلمه عرفته بحياتك. أقولك يقبرني ربك، هلا بتوصيني بشي أنا بدي أمشي. بدي سلامتك. عود لا والله ما بتقوم أنت زلمة موجوع ضربينك على رجلك، ربي عافيك. يلا بخاطرك بمشي لحالي. السلام عليكم. عليكم السلام. يسرة الله يسر لك. ولك العمى بعيون قلبه شو تيس؟ لك ضليت ساعة قاعد عم بحكي معه واترجاه وقل له من شان الله روح صوت حقك، ما كان يرضى. بعدين هددني إلي إذا ما بسكت عن السيرة بده يحبسني لإلي. يا ما أنا خفت كمان أن أحبس مع أمكم. شو بكون تساووا أنتو التنتين؟ الله لا يوفقه. شو ظالم؟ ظالم وبس. الله لا يوفقه. لك غير هيك
ولك عرضت عليه مصاري، قلت له قديش بدك مصاري بعطيه، بس روح صفوت حقه، ولك كمان ما رضي. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب شو حلتها هي صهري؟ ما في غير الحل الوحيد، انه جابر يسلم حاله للكركون. وبركة نضل هربان وما سلم حاله؟ بتضل امك محبوسة. وغير هيك انا خايف عليكم انتو التنتين، نكون بشي ونصير بشي تاني. بدبرنا الله صهري، بدبرنا الله. لا اله الا الله. لك انا اقسم بالله العظيم خايف عليكم انتو التنتين، لانه القصة كل الحارة دريت فيها، ويقعد حدا يسمع فيها من هدول ولادين الحرام وينزين عليكم يعملكم شيء، انتو التنتين لحالكم بالبيت. فهمتوا علي انا عن شو عم بحكي؟ ان شاء الله ما بصير شيء. ان شاء الله الله يسمع منكم. يلا بخاطركم بدي روح، لاني ضجتنا القصة كلياتها وما لي عرفان شو بدي اعمل. الله ما اسمعي شو بدي اقول لك. انا ندهت لك لهون مشان اختك ما تسمع الكلمتين اللي بدي اقول لك اياهم. انا مالي رضيان انك تعيشي انت واختك لحالكم هيك بالبيت. طيب شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نتجوز. نتجوز وبتكون معكم مشان احميكم. لك شو جنيت انت؟ شو بدنا نتجوز؟ اخي هربان وامي بالحبس. ولك ما انا عملت هذا الشيء كلياته مشان اتجوزك. انا كذبت على اخوك جابر وقلت له انه فارس عم يتلصلص على حريمكم بالبيت من شان اتخلص منه. ما شنو لسه كل ما بدي اتجوزك بيطلع لي بقصة، شي بيقلي ابوكي مات، شي بيقلي ستك ماتت، شي عم نستنى وحدة قرايبتنا لتجي وبعدين بس ما اجت ماتت. بخلص ما انا شلونكم بدي اتجوزك اذا ما عملت هيك؟ بتقوم بتبلي امي واخي هيك بلوي. الله يوفى. شبك عاجز تصرخي وتعلي صوتك؟ انا ما كان جاي ببالي انه امك تنحبس. بعدين اخوك جابر بالحفظ والصون انا خبيته عند واحد رفيق هون اجير الفران، بس كل القصه اللي صارت ما كان بحساباتي كلياتها. امك تنحبس. بيت صاحبك وين؟ هون بالحاره. لك ايه هون قريب بالحاره. نخلك هو عرفان شو صاير بامي؟ لا ما عرف بالمره، شنو انا نبهت عليه لحده وقلت له حسك عينك تجيب له سيره لجابرها اقطعه للسانه. هلا المهم يميل من السيره كلياتها ولا بتصرف. خلينا نتجوز. شو قلتي؟ موافقة؟ لك ايه والله ما بصير من دون ما اخذ اذن امي. لا حول ولا قوة الا بالله. لك انت بدك تجنيني؟ خلص منروح انا وياكي على الكركون وبنحكي مع امي، وامك رح توافق مثل ما عم قلك لي. ليش؟ رح تقول وتأمن عليكم انه انا رح بسكن معكم هون انت واختك، وغير هيك لا احميكم من ولادين الحرام. لك افهمي علي شو عم حاكيكي؟ خلص لا تبسبسي ولا تحكي ولا كلمه، بتعملي مثل ما عم قلك عليه، فهمتي؟ رح استناكي يومين ثلاثه. فوتي هلا ببعث اشوفك. فوتي. يلو قلبك. جابر جاي احكي معك كلمتين، واذا بتوافق عليهم رح سامحك على كل شيء عملته معي. اذا ما وافقت؟ والله بس تعرف الحقيقه بدك توافق. حقيقه شو؟ هون بدنا نحكي. شرف. يلا حمدي. نحن يزباشي لا يفهم لا يسمع أبيك. إذا أنت حمدي لم تعترف وتقول حقيقات، هلا نزل أنت على الفلكات. يلا سيدي. هو اللي جبرني على هذا الشيء، وأنا كنت خاطب أخته وبدي أتجوز على سنة الله ورسوله، بس كل فترة وفترة بيأجل لي الموضوع. شي مات أبوه، شي ماتت سته، شي قرايبته جاي. وما لقيت غيره تعلقه معي؟ لأنه شفته عم يتقرب منك كتير وخفت. خفت يفسخ خطبة أخته ويعطيك إياها لألك. وهذا اللي بده يصير. أيوة. شو قصدك؟ طلق أختي. سمعت بإذنك؟ هو بيقول أنه أنت إذا لم تطلق أخته سوف تبقى محبوس في سجن. أختك طالق.
يلا خذوه على الحبس يلا. ليش سيدي؟ ضيق ضيق تحرك لا تقول ليش. هو اسقط حقه عليه، لكن فارس يشتكي عليك، له حق عندك يا سيدي. يا فارس اسمع، يلي ضربك بالسكين جابر مو انا، فشو دخلني انك تشتكي علي؟ اه وانا بدي سامحه له، بدي احبسك الك. تحرك انت يا الله، كل واحد يروح في حال سبيل. سيدي عفوا بس مشان امي. عسكري عسكري طالع ام جابر من الحبس. يلا يلا خذ امك وروح. يلا سوري. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله اللي خلصت القصة وشفتكم بخير وسلامة يا أولادي. الله يسلمك يا أمو. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك أخي. الله يسلمك أختي. شو جملو؟ ساعتك زعلانة ولا؟ صراحة خجلانة منك من أمي كتير. أنت مالك علاقة باللي صار، والحمد لله انكشف حمدي قبل ما تتجوزي. أنا الحق علي، يا ريتني لا رضيت فيه ولا خطبت له، وهلأ رح يجيكي عريس أحسن منه بمئة مرة. ومين هو هالعريس؟ فارس. هي بدها زغوطة يا عمو.